2381 تدخلا في عده مناطق مختلفه من الوطن شملت عدد حوادث المرور منها خمسه الاكثر دمويه تسببت في وفاه اربعه اشخاص واصابه 28 جريحا اثقل حصيله اثقل حصيله سجلت في ولايه اضرار بوفاه شخصين واصابه شخص بجروح على إثر انقلاب سيارة على مستوى طريق الرابط بين أولف وأضرار ببلدية بدائرة أولف حين تم تقديم الإسعافات الأولية ل 21 شخصا مختنقين من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون في كل من ولايات بورج بوريريج سبعة أشخاص باتنة ستة أشخاص بسك خمسة أشخاص البليدة شخصين والمدية شخص واحد